تحية لكل متابعي قناتنا على اليوتيوب، قناة من الأسهم جيد. فيديو ديال اليوم إن شاء الله على طاجين الأسهم، نعرض لكم بعض المشاهد ونقدم لكم بعض المعلومات. وللتذكير فإن المادة الصوتية لهذا الفيديو مصممة بالذكاء الاصطناعي. فرجة ممتعة إن شاء الله. ملخص حول طاجين أسفي العملاقي. طاجين أسفي هو أكبر طاجين في العالم، وقد تم بناؤه في مدينة أسفي المغربية في عام 1999. يعتبر هذا الطاجين إنجازاً فريداً يجمع بين الحرفية التقليدية والتراث الغني لمدينة أسفي المعروفة بصناعة الفخار والطين. أهم ما يميز طاجين أسفي الحجم الضخم، يبلغ طوله 4.5 متر وقطره 6.3 متر، مما جعله يستحق لقب أكبر طاجين في العالم. التراث المحلي تم تصميمه وزخرفته بألوان تراثية تعكس هوية مدينة أسفي، وتم استخدامه لطهي طبق الكويرات، وهو طبق تقليدي شهير في المدينة يعتمد على السرديني. معلم سياحي، أصبح الطاجين وجهة سياحية مهمة، حيث يحرص الزوار على التقاط الصور التذكارية بجانبه، كما أصبح جزءاً من تقاليد الزفاف في المدينة. تمويل خاص، تم تمويل بناء الطاجين وصيانته من قبل فاعلين اقتصاديين دون أي تكاليف على ميزانية البلدية. أهمية طاجين أسفي، رمز للهوية. يمثل الطاجين رمزاً للهوية الثقافية لمدينة أسفي، ويعكس تراثها العريق في مجال الفخار والطبخ. دعم السياحة، يساهم الطاجين في تنشيط السياحة في المدينة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي. فخر للمغاربة، يعتبر الطاجين مصدر فخر للمغاربة، حيث يمثل إنجازاً فريداً على المستوى العالمي. باختصار، طاجين أسفي هو أكثر من مجرد وعاء للطهي، فهو تحفة فنية ومعلم تاريخي وسياحي يمثل قصة نجاح فريدة من نوعها.